واتسون المتحدث الرسمي لنادي اوكلاند سيتي، كلمنا عن تطلعاته وعن مواجهه الاهلي وعن مشاركه فريق اوكلاند سيتي في كاس العالم. والحقيقه قبل ما نتابع اللقاء والحوار، خليني اشكر الزميل العزيز احمد عصام اللي قام بترجمه اللقاء. تعالوا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم. First of all, thank you very much for sending the questions about the forthcoming FIFA Club World Cup. في البداية شكرا جزيلا على سؤالكم حول كأس فيفا القادم. يسعدني جدا أن أقدم نفسي، أنا جوردن واتسون، أنا المسؤول الصحفي لنادي أوكلاند سيتي لكرة القدم حتى الآن في المواسم العشرة أو الأحد عشر موسما الماضية. لذا بالنسبة إلى سؤالك الأول، انظر إلى هذا التأهل المهم لنادي مدينة أوكلاند لكرة القدم. فالوضع هو أننا لم نشارك في هذه المسابقة منذ عام 2017، فقد تم ترشيحنا مرتين خلال الفترة السرية للمشاركة، ولكن بسبب القيود التي تفرضها حكومتنا على الدخول والخروج من بلدنا لم نتمكن من إيجاد حل، مما يعني أننا اضطررنا إلى الانسحاب من المنافسة مرتين، وهو ما كان من الصعب جدا علينا القيام به. وخلال تلك الفترة أيضا تمت إعادة تشكيل منافستنا المحلية في كرة القدم النيوزيلندية، وتم تفكيك الدوري الوطني الذي كان يعمل منذ عام 2004. لذا يوجد الآن تشكيل جديد للمنافسة. من المهم بالنسبة لنا تمثيل كرة القدم النيوزيلندية في أفضل طريقة يمكننا القيام بها في ظل هذه الظروف. هي أن طموحاتنا هي أنها كانت في النسخ السابقة، وهي تقديم تمثيل جيد لكرة القدم لدينا، وهذا ليس بالأمر السهل دائما، لأن هناك فجوة بين كرة القدم في أوقيانوسيا وكرة القدم في أماكن أخرى. وأعتقد أن ذلك إن مشجعي كرة القدم المصرية والإفريقية يتمتعون بمعرفة جيدة، وسيفهمون عندما أقول إن قوى كرة القدم الراسخة في العالم ليس لديها دائما رأي عال في كرة القدم لدينا، وكان هذا هو الحال تقليديا مع كرة القدم الإفريقية أيضا. لذلك ربما نشارك بعض الخبرة بهذه الطريقة التي نعرفها لمحاولة الوصول إلى مستوى عال لتكون قادرا على المنافسة، وهذا دائما هو خط الأساس لدينا، ولا نتوقع أبدا أي توقع حول المدى الذي يمكننا المضي قدما فيه. فنحن نتمرن دقيقة بدقيقة. في بعض الحالات في هذا الوضع بالنسبة للبطولة في المغرب من حيث اللاعبين، ربما يكون السؤال الأفضل على كوتش ألبرت ريارا. ما يمكنني قوله هو أنه في كرة القدم هناك تغيير دائما في نادينا، وهو أمر مختلف. لدينا دائما لاعبون الذين يهتمون بالقدوم للعب لأوكلاند. من المهم أن نقول إن لاعبينا ليسوا محترفين ولم يحصلوا على ذلك. لذا فإن سؤالك حول الإنجاز المغربي، يمكن للنادي تحقيق ذلك مرة أخرى بشكل جيد حقا. السؤال الذي طرحته علي سؤال رائع، وأمامنا فرصة، وكما تعلم أننا وصلنا 10 مرات. Put to the coach Albert Riera. What I can say is that in football there is always change. وأما بالنسبة للأهلي فلم لا، فقد حقق أكثر من 140 لقبا محليا وإقليميا وعالميا، وكأس العالم للأندية ثلاثا. أعني أن هذا النادي يضع المعايير في إفريقيا، فهو يحتل المرتبة الأولى لسبب أنه محتل المرتبة الأولى في مصر لسبب، وتوقعات جمهور الأهلي. المشجعون دائما مرتفعون بشكل استثنائي. الرأي الحالي لنادي أوكلاند سيتي ليس سوى أنه يجب علينا التفكير بشكل احترافي، وعلى أي حال سنبذل قصارى جهدنا، وعلينا التخطيط للعب جيدا أمام الفرق الصعبة. فلدينا مباريات في غاية الصعوبة، لكن على أي حال نحن نستعد. ليس هو الشعور بالعداء أو ربما الكراهية، لكن يمكن القول بأن هناك شعور بالمزيد من المنافسة. ولكن النادي أدرك أن هناك أيضا بعض أوجه التشابه الحالي، وبالتالي نحن نود أن نخوض التجربة. هناك احترام متبادل، وبالتأكيد من وجهة نظر مدينة أوكلاند هذا هو الشعور تجاه الأهلي. لعبنا أيضا مع العديد من الفرق الإفريقية في الماضي، ليس الأهلي فقط، ولكن بالنسبة لنا كما قلت لك الأهلي هو أقوى المنافسين، ولابد من وعي ذلك جيدا والتخطيط وأخذ الحذر. أظن أننا واجهنا قبل ذلك مازيمبا ووفاق سطيف الجزائري. أنتم تنظرون إلى أداء المغرب في العالم الفيفا للوصول إلى نصف النهائي، لفهمي أن هذا يشبه الأخ الأكبر من نواح كثيرة. انظروا إلى الأهلي الموسم الماضي حيث أنهوا المركز الثاني في مسابقتين وأكملوا كأس العالم للأندية فيفا مرة أخرى.
كما شاهدتم والجميع يعلم ذلك أنه كل ما شاهدنا فريق الأهلي في موسم به ضعف في الأداء يرجع بقوة في الموسم الذي يليه، وكأنه يعيد نفسه من جديد، وأعتقد أن الفريق لم يتغير منذ 2006. نفهم العقلية جيدا ومن نواح كثيرة. نحن أنفسنا كما وضحت في سؤالك أننا لدينا حصلنا على الميدالية البرونزية قبل، وحصلنا على 10 ألقاب لدور الأبطال، ولكن يجب علينا أن نقول إن المستوى الآن أقل مما مضى، وأننا بحاجة إلى إعادة ما كنا عليه، ولكن على أي حال يجب أن نضع في اعتبارنا أن المنافسة قوية.